طيب يا شباب، يلا نتكلم عن الريسيرش اللي هي الاكسبيرينس اللي انا عملتها من سنه 2016 الى 2020. طبعا انتوا زي ما قلت لكم ان انا كنت خريج الدفعه 48 اللي هي كان اخر امتحان ليها سنه 2016، ولكن انا بقى ما خدتش امتياز، انا ما استلمتش امتيازي في سنه 2016. طبعا انا اول حاجه عملتها ان انا قررت ان انا اجل امتيازي في الفتره ديت لسببين. السبب الاولاني ان انا انسان عندي جيش، انا واحد عندي جيش، فبالتالي كان صعب ان انا كنت استلم امتيازي وابدا ابعت ريسيرش او ان انا اطلع ريسيرش وانا في نص الامتياز او بعد اول 3 4 شهور في امتيازي. وطبعا الناس اللي عندها جيش اكيد عارفه الكلام ده، ان احنا صعب ان احنا نسافر بعد النص الثاني من امتياز، فما كنتش عايز احط نفسي خالص في الريسك ده في الاول، وقررت ان انا اقدم على الريسيرش بعد امتحانات سنه 6 على طول. فده كان السبب الاولاني، موضوع الجيش. السبب الثاني ان انا عشان اقدم على الماتش، طبعا انتوا عارفين زي ما قلت لكم ان الابلكيشن بتاعتي كانت فيها مشكله، فكنت بقدر الامكان بحاول اخلي اي كومبوننت تاني في الابلكيشن بتاعتي تكون نقطه قوه، فكنت عايز اقدم ان انا فريش جراديوتس. فنزلت مصر سنه 2018، استلمت امتيازي وعملته، والحمد لله بقيت فريش جراديوت او مقدم على الماتش، وانا يعني اقصد ان انا خلاص امتياز 2018، فبقيت بقدم على الماتش وانا خريج 2018، which is good في الـ في الـ في الـ في السي في بتاعتي، احسن ما كنت اتخرج سنه 2016 واقدم على الماتش لو انا مثلا معدي 5 سنين او هبقى مثلا متخرج من 4 سنين او كده. فكنت دايما واخد بالي من النقطه دي كويس جدا. تمام، طيب الفكره دلوقتي ان انت سيادتك قررت ان انت تطلع ريسيرش فولنتير. وطبعا عايز اقول لكم حاجه بسيطه، انت يعني بنسبه 95% انت هتطلع فولنتير ريسيرش في الاول، خصوصا لو انت ما عندكش اكسبيرينس في مصر، لو انت ما عندكش بابليكيشنز في مصر، فانت بتتكلم في فولنتير بوزيشن. الموضوع موضوع يعني منطقي ويعني لوجيك جدا، ما فيش فيه اي يعني ما فيش فيه اي مناقشه، لانك انت عشان تاخد فلوس من حد في امريكا فانت لازم يا اما تبقى انسان يعني قليل قوي اللي موجود زيك في مصر، عندك بابليكيشنز، عندك ريسيرش اكسبيرينس عاليه في مصر، وما اعتقدش ان احنا معظمنا ما عندوش ريسيرش اكسبيرينس في مصر. او الحاجه الثانيه ان انت هتبقى تطلع فولنتير، وده تبقى انت مؤمن بكده بنسبه 95% انك تطلع على حسابك. طيب الفكره دلوقتي ان انت علشان تطلع ريسيرش فولنتير انت بتعمل ايه للناس، يعني ديت بقى ريسيرش اكسبيرينس فور دامز، يعني الناس اللي هي ما عندهاش اي خبره خالص في موضوع الريسيرش، الطلبه اللي هي لسه في الكليه اللي بيبعتهم. اللي انا هقوله ده يا جماعه دي اكسبيرينس شخصيه اللي انا عملتها، تكاد تتفق او تختلف معاها، انت حر طبعا، ولكن دي اللي انا عملتها لحد ما وصلت للتقديم في الماتش. اللي انا عملته بقى، انا واحد زي حالاتي قررت ان اطلع ريسيرش في سنه 2016، فاول حاجه عملتها دخلت على جوجل وجبت ارخص الولايات في امريكا، الولايات اللي هي تكلفها المعيشه فيها رخيصه عشان اقعد اطول فتره ممكنه، وفي نفس الوقت باقل تكلفه ممكنه عشان اجين اكسبيرينس اكتر في الريسيرش. انا ما كنتش ببص على الاماكن، على الجامعات العاليه، ما كنتش ببص على ستانفورد هارفارد، الاماكن دي ما كنتش ببص عليها، انا كنت عايز جامعه اعمل فيها ريسيرش لان عارف ان انا هتدرب، وفي نفس الوقت اطول في الفتره اللي هناك بحيث ان انا اجين اكسبيرينس اكتر. فاول حاجه عملتها انا دخلت على جوجل عادي جدا، جبت ارخص او يعني الولايات اللي هي ارخص في تكاليف المعيشه عندها، وكانت منها كنتاكي اللي انا قاعد فيها دلوقتي. تمام، عملت تقريبا حوالي 7 أو 8 ولايات، كل ولايه تقريبا فيها حوالي جامعتين ثلاثه، يعني جامعه يعني ولايه كنتاكي هنا فيها جامعه كنتاكي اللي موجوده هنا في لكسنتون، وفي جامعه ثانيه جامعه لوفيل دي موجوده في لوفيل في السيتي اللي جنب لكسنتون على طول، فدي برضو الجامعتين اللي موجودين في الولايه اللي انت يعني تعرف تعمل فيهم ريسيرش. تمام، فطبعا عملت الموضوع ده في 7 أو 8 ولايات بحسب الترتيب بتاع جوجل او حسب الترتيب اللي شفته على النت، وبدات اجمع الجامعات اللي موجوده في كل ولايه، وعملت كده زي لسته ان انا هبعت للناس دي في الاول كبدايه. تمام، طيب انت دلوقتي عملت الموضوع ده وجبت الولايات الرخيصه اللي انت تعرف تعيش فيها فتره طويله على حسابك بحيث ان انت برضو توفر فلوسك. طب ايه الخطوه الثانيه بقى؟ الخطوه الثانيه اللي ستك هتعملها او اللي انا عملتها، ان انا كنت بخش على القسم اللي انا عايز اشتغل في امريكا بعد كده. يعني احنا كاي ام جيز اللي هم انترناشونال ميديكال جراديوتس، احنا بنماتش في ايه؟ احنا بنماتش اللي هو 90% مننا او 95% مننا بيماتش في ايه؟ بتماتش الاغلب بيماتش انترنال ميديسن، بيقدم انترنال ميديسن او نيورولوجي او باثولوجي او فاميلي ميديسن او بيدياتريك اطفال. فانت ده احنا غالبا التخصصات بتاعتنا احنا، الناس اللي سيرجري والكلام ده دول كيس ثانيه انا مش هتكلم فيها لان دول حالات نادره قوي، وانا مش البيست بيرسون ان انا اتكلم في حاجه زي كده، فهتكلم على التخصصات اللي احنا يعني التخصصات التقليديه اللي احنا بنقيم جيز بنقدم عليها.
انا واحد عايز انترنال ميديسن تمام. فدخلت عادي جدا يونيفرسيتي اوف كنتاكي انترنال ميديسن ديبارتمنت, بتخش عادي جدا على الويب سايت بتلاقي كده في الجنب الديفيجنز, بتضغط على الديفيجنز بيطلع لك كل اللي انت عايزه, الكارديولوجي الجاسترونترولوجي النفرولوجي اندوكرينولوجي كل الكلام ده كله. انا واحد كنت حابب الجاسترونترولوجي من هنا في مصر, كنت عايز ابدا اول اكسبيرينس في الريسيرش بتاعتي فيه. زي ما قلت قبل كده ان انا عملت اول اكسبيرينس بتاعتي في الجاسترونترولوجي, بتخش على الديفيجن بتاع الجاسترونترولوجي بتلاقي كل الدكاتره موجودين شكلهم حلو كده, وكل واحد البروفايل بتاعه صورته اسمه الايميل ادرس بتاعه الفون نمبر لو انت لقيت الاوفيس المكتب بتاعه عنوانه والكلام ده كله. فده كله سهل ان انت تجيبه من على الموقع بتاع الجامعه, وبعض الحالات اللي ما بتلاقيش فيها ايميل الدكتور موجود في الويب سايت انت ممكن تخش على جوجل وتكتب اسم الدكتور زي مثلا دكتور اكس واي زي ام دي ايميل, ده اللي انت بتعمله. وغالبا بتلاقي الايميل بتاعه بيتلط في حته هنا ولا هنا, سواء كان في ويب سايت هنا سواء كان في بيبر سواء مش عارف في ايه, بتلاقي الايميل بتاعه بيطلع لك في جوجل بيبقى واضح. وده بنسبه 90 او 80 90% من الدكاتره هتلاقيهم بالطريقتين دول, يا اما هتلاقي ايميلاتهم على مواقع الجامعه يا اما هتلاقي ايميلاتهم على النت موجودين في اي حته في اي ويب سايت على النت قبل كده في بيبر كاسر انفورميشن او اي حاجه سهله, مش معضله خالص ان انت ما تعرفش تجيبه تمام. طيب دلوقتي انا جبت ايميلات الدكاتره وعرفت ان الدكاتره دي اعرف اوصل لايميلاتها ازاي, ايه الخطوه اللي بعد كده؟ الخطوه اللي بعد كده حضرتك ان انا قبل ما ابعت الايميل بتاع الدكتور كنت بعمل حركه الاول ان انا بخش اسيرش على كل دكتور في الباب ميد, كنت باخد كده الدكتور كوبي بيست كده على الباب ميد الموقع اللي هو عليه كل الببليكيشنز, وكنت بعرف مين الدكتور اللي ليه عدد كبير من الببليكيشنز في السنه, الريت بتاعه عامل ازاي. يعني لما كنت الاقي دكتور بينشر من 3 بيبرز مثلا لاربعه او خمسه في السنه, ده دكتور كنت ببقى ببعت له وانا مبسوط, او يعني ببقى بنسبه كبيره ضامن ان انا ان شاء الله لو رحت اشتغلت معاه هيطلع لي ببليكيشن باسمي. الدكتور اللي كان بيبلش بيبر بيبر لا يعني سنه وسنه لا, انا ما كنتش بضيع وقتي وما كنتش هضيع فلوسي وابعت له حتى لو كان قابلني فولنتير. فكنت ببعت للناس اللي ليها ريت ببليكيشن عالي. عملت سيرش على جامعه كنتاكي مثلا كل الدكاتره الموجودين في الجاسترونترولوجي, الجاسترونترولوجي الموجودين في جامعه لوفل, الجاسترونترولوجي الموجودين مثلا في لويزيانا الولايات الكويسه اللي انت عارف تعيش فيها كويس, وقمت جمعت كل الدكاتره اللي بيببلشهم عدد كويس في السنه وعملت لهم لسته كده لوحدهم, وبدات فلترت الناس اللي انا مش عايزها وجمعت الناس اللي انا هبعت لهم ايميلات. كاول مره في حياتي ابعت ايميل عشان اشتغل ريسيرش في امريكا, يمكن اول مره ابعت ايميل لدكتور اجنبي عادي جدا. أنا زي ما قلت لكم طلب الطب زينا بالظبط, كنا بنذاكر ونمتحن وخلاص, وديت اول حاجه عملتها في طريق امريكا كان امتحان ستيبون اللي كان في الدقي اللي كان في البروميتريك سنتر وخلاص على كده, ما كنتش بعمل اكتر من كده. فدي كانت اول اكسبيرينس ليا ان انا ابعت لدكتور دكاتره اجانب. فلما بعت بقى ايه الايميلات, انت بتعمل الايميل بتاعك بسيط جدا بيبقى عباره عن 5 أو 6 سطور, بتعرف نفسك بطريقه بسيطه في اول سطرين, انا اسمي مثلا محمد الحلو انا خريج طب المنصوره او طالب او نايب في مصر, مثلا بتحط الاتشيفمنت اللي انت عملتها, هل انت مثلا دلوقتي نايب, هل انت مثلا عملت اي ستيب من الستيبس بتاعتك, وبتقول ان انت عايز تكمل لليو اس ريزيدنسي باث واي, وان انت حابب ان انت تبدا بريسيرش اكسبيرينس تجين ريسيرش اكسبيرينس من امريكا, وان انت بتعرض نفسك انك تبقى فولنتير عند الدكتور ده, وبتقول ان انت دخلت على الباب ميد وان انت لوكينج البيبرز بتاعته وفي بيبرز انت انترستد فيها, وتاخد البيبرز دي كده كوبي او بيست كده كوبي بيست من على الباب ميد, ما تحاولش تتجود لو انت فعلا مش هتعرف تقرا البيبر او حاسس ان انت مش فاهمها كويس, خد البيبر كوبي او بيست التايتل بتاع البيبر كده وحطها في الايميل ان انت بتعرفه يا عمي انا فعلا قرات البيبرز بتاعتك ولقيت دي موجوده على الباب ميد, اذا انا فعلا دخلت ودورت عليك وان انا شفت البيبر ديت وانترستد فيها وحابب ان انا اشتغل معاك فتره ان انا اتعلم منك او اتعلم من اللاب بتاعك, وبعد ذلك في المستقبل ان شاء الله انك انت تطور من نفسك او ان انت تبدا تفيد اللاب اللي انت اشتغلت فيه based on experience you get from this lab. فانت بتقول له الكلام ده بصوره بسيطه جدا, وبتقول له في الاخر ان انت لو انت عندك ترحيب او لو انت عندك مكان فاضي او ما عندكش اي مشكله انك تجيبني ابعت لي عشان ابعت لك السي في بتاعي ونبدا الاجراءات بس, وبتقفل الايميل على كده وشكرا. الايميل ده بيفضل ثابت معاك انت, كل اللي بتعمله في كل مكان او كل دكتور يعني تبعت لكل دكتور بتغير بس اسم الدكتور, مثلا دير محمد لا دير احمد, بتغير اسم الجامعه بتاعته يونيفرسيتي اوف كنتاكي لا يونيفرسيتي اوف لوفل, وبتغير البيبر بتاعتك او التايتل اللي انت البيبر اللي حطيتها انت من باب ميد دي كوبي او بيست بتغيرها وبتحط البيبر بتاعت الدكتور التاني. هتفضل تعمل كده, انا عملت كده في 120 ايميل لحد ما جالي 2 بوزيتيف ريبلاي او لحد ما في 2 ردوا عليا. طبعا طبيعي جدا ان انت يجيلك رفض, طبيعي جدا ان مفيش حد اصلا هيعبرك,
لما كان بيحصل معانا طبعا ما كانش في حد كتير ما كانش في ناس كتير بتعبرني. جالي حوالي 5 أو 6 ريجكشن منهم اللي يقول لي انا ما عنديش مكان دلوقتي, واللي يقول لي لا طب استنى شويه ممكن يفضى مكان ونبعت لك, واللي يقول لي لا مش هنعمل فيزا الفتره ديت لان عندنا الكاباسيتي بتاعتنا يعني لا تسمح. وفي اللي بعت لي كانوا مكانين اتنين هم اللي بعتوا لي رد ايجابي او اللي هم رحبهم بيا, وهو واحد كان في جامعه كنتاكي واللي انا اشتغلت معاه جاسترونترولوجي, وواحد تاني كان في لويزيانا وكان ده بنكرياتيك كانسر, كان في بنكرياتيك كانسر واللي انا اشتغلت معاه ده كان دايجستيف ديز او دايجستيف ديز او نيوتريشن في جامعه كنتاكي هنا. فطبعا انا كملت مع الدكتور هنا في جامعه كنتاكي و فضلت معاه فتره لان هو طبعا كنت زمان قلت لكم كانت رخيصه, وفي نفس الوقت انا كنت عارف ظروفي وكده فكنت عايز اقعد وقت كبير. فكملت الورق بتاعي على جامعه كنتاكي وخلاص وقفت ايميلات خالص ما بعتش. الفكره بقى ان الدكتور اللي هو في جامعه كنتاكي اللي انا بعت له اول مره ايميل زي ما قلت هبعت ازاي, الدكتور ده ما ردش عليا اول مره. فطبعا انا كنت غلس وكنت رزل وكنت سئيل, وكنت ببعت لكل الدكاتره اللي ما بتردش عليا ببعت لهم فورورد, يعني ابعت الايميل تاني اعمل فورورد واكتب عنوان اللي هو الايميل ادرس وكان يتبعت لنفس الدكتور تاني, بحيث الدكتور ده لو جاله ايميلات كتير تغطي على الايميل بتاعك, لان ده دكتور يعني ده راجل بيجيله في اليوم مثلا ممكن 10 15 ايميل الله اعلم بيجيله قد ايه, فانت ايميلك بيستخبى تحت ممكن ما يتشافش. فكنت ببعت له تاني اعمل فورورد, عملت مع الدكتور اللي انا جيت له في كنتاكي ده عملت له مرتين فورورد لحد ما رد عليا وقال لي انا موافق ارحم ان يعني هغلط يعني هغلط ارحمني ارحمني وخلاص انا موافق هوصلك بالانترناشنال اوفيس والكوردينيتور بتاعتي هتكلمك وهنواصل معاك بحيث ان احنا نخلص الايه الورق المطلوب البيبر ورك. طبعا انا كنت فرحان مبسوط جدا يومها, طبعا طلع فولنتير وكل حاجه, بس كنت طبعا مبسوط ان انا جالي رد وان انا خلاص اخيرا هطلع من ارض المحروسه وهروح ابدا الاكسبيرينس بتاعتي في امريكا, وانا رايح على ارض هشه واقف على قش لا اعلم الاخير يعني هيحصل ايه في الاخر, ومش عارف مستقبلي هناك عامل ازاي, ولكن انا ما كانش قدامي اي حاجه اخسرها في مصر, وكان قدامي ان انا اخد الريسك وما كانش في طريق غيره. فاخدت الريسك والحمد لله طلعت. ورق الكليه بتاعك بسيط جدا مفيش اي مشكله خالص, ما تشيلش همه, الورق بيخلص, الوكيل بتاع الكليه كان بيرحب, انا كتبت طلب ان انا عايز اعمل ريسيرش اكسبيرينس لمده 6 شهور, ودي انا كنت طالبها في الايميل او كاتبها في الايميل, قلت للدكتور انا هعمل عندك 6 شهور فولنتير, ودي مده يعني هي ممكن تبقى بسيطه بالنسبه للناس تشوفها ان هي صغيره, بس الدكتور قبلني على 6 شهور يعني هقول له لا هو ما عندوش اي مشكله. فالناس بتعمل سنه تقريبا, بس انا عملت 6 شهور يعني انا كان عشان انا كنت عارف ان انا 6 شهور وفاكر ان انا هرجع مصر هكمل مذاكره وارجع تاني امريكا, ولكن طبعا الخطه دي كلها اتغيرت لما جيت امريكا هنا وهنتكلم برضو عن الموضوع ده. فده اللي حصل معايا بالظبط. ورق الكليه كله كان ما فيش اي مشكله فيه خالص, عملت طلب لوكيل الكليه انا عايز اطلع, كنت كاتب له كده بالظبط 5 شهور أو 6 شهور بحث علمي في ولايه كنتاكي الولايات المتحده الامريكيه, والوكيل اسمه محمد يسري يومها شاف الطلب ورحب جدا, والدكتور محمد عطيه ما ضلع الطلب ما فيش اي مشكله, ومن هناك انت بتعرف الخطوات اللي جايه ايه, انت بتعرف ان انت بتروح لمكتب رئيس الجامعه بتقابل حد تقريبا اسمه دكتور طنطاوي تقريبا على ما اتذكر, هما بيقول لك بالظبط هتعمل ايه, تجيب كام صوره, طلب ايه, هتكتب طلب معين, وهيتحط يعني بيتعمل لك حاجه كده زي حاجه كده زي بحث امني مش فاكر كده حاجه كده لها علاقه بال ان هو بيتحروا عنك يعني من الاخر, وبتروح حي السفارات في القاهره تقريبا وبتقدم الطلب بتاعك, بيبقى ظرف كده تقريبا متشمع تقريبا, وبتروح بتقدمه هناك عشان بيتعمل عليك زي باك جراوند كده تقريبا ان انت مش ممنوع من السفر ولا اي حاجه. الموضوع ده خد مني 2 أسبوع, خد من ناس ثانيه شهر, خد من ناس ثانيه 1.5 شهر, طبيعي جدا ما تقلقش بيتوافق عليه في الاخر, بس الفكره كلها مساله وقت, وهم بيتصلوا عليك في مكتب رئيس الجامعه, وده اللي حصل معايا ان هم كلموني لما اتوافق الطلب بتاعي ان هم خلاص قالوا الظرف بتاعك جاهز وتعالى استلمه, والظرف ده مكتوب فيه ان بقرار من رئيس الجامعه ان الطالب ده هيتحط تحت اشراف البعثات تقريبا او تحت اشراف تحت الاشراف العلمي حاجه زي كده مش فاكر النص بالظبط, الكلام ده كان من 4 سنين, واني ليس لدي منع من السفر, وان اي جهه جميع على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار, ده قرار رئيس الجامعة, ودي كانت من الحاجات اللي خلتني أجل امتيازي إن أنا تحت مسؤولية أو تحت يعني المسؤول عني هو رئيس الجامعة مش الجيش, فكان الجيش لا عليه إلا التنفيذ وإن هو يوافق.
بتروح طبعا بتاخد الورق ده وبتروح حلمية الزيتون تقريبا او اللي هو مكتب التجنيد تقريبا في العباسية او حاجة زي كده، وبيمضي لك الطلب وبيديك تصريح السفر بتاعك ان انت تسافر من امريكا، تسافر لامريكا. تمام. طيب احنا حالا كده اتكلمنا على الورق اللي بيخلص في مصر، الورق بتاع مصر يعني سريع ان شاء الله مفيش مشكلة لو انت ما عندكش اي مشكلة في الجيش، لو انت ما عندكش، لو انت مش في 6 شهور تانيين في امتياز ان شاء الله محدش هيرفض لك طلب في الموضوع ده. طبعا في ناس اعرفها كتير، كانت مش كتير عشان ابقى صادق يعني يمكن 4 أو 5، ودي كانت حالات نادره قوي اللي هم طلعوا في 6 شهور التانيين في امتياز. ودي بقى يعني ناس بقى يعني ناس واصله يعني فاهم اللي هو بقى يعني ايه يعني في دلال بقى رئيس الجامعه والكلام ده كله، بلاش نخوض في ايه في اعراض حد يعني. فالمهم يعني ده اللي حصل. فلحد دلوقتي طبعا الكلام بتاع اللي هو الورق اللي تبع الجامعه كده خلاص خلص. الحاجه الثانيه اللي انت ليك في مصر او اللي بقى لك في مصر هو موضوع الفيزا. الفيزا اللي تطلع عليها في امريكا في الريسيرش هي فيزا G1، جي 1 ريسيرش. جي 1 ريسيرش ديت الفيزا اللي انت هتطلع عليها ريسيرش في امريكا، واللي انت لا يسمح لك بالعمل في امريكا على جي 1 ريسيرش وملكش اي مصدر دخل على الجي 1 في امريكا الا من اللاب اللي انت بتشتغل فيه، يعني الدكتور بتاعك او المنتور بتاعك اللي هو البي اي هو اللي يقبضك ان هو يديك بوزيشن. وزي ما حصل زي ما حصل معايا. تمام. طيب في جملة سريعة هقولها وجملة كده بسيطة عشان الناس اللي نفسها تطلع ريسيرش وممكن ظروفها المادية ما تسمحش او الكلام ده كله، في طرق او يعني في من الاخر انت لو عايز تجيب فلوس في امريكا او تصرف على نفسك هتعرف. استوب ونقفل ونكمل كلام. تمام. طيب دلوقتي انت راجل رحت عشان تاخد الفيزا بتاعتك طبعا بعد ما خلصت ورقك من الجامعه اللي انت بعت لها وبيعملوا لك السبونسرشيب بتاعتك وبيبعتوا لك حاجه اسمها DS دي عباره عن ورقه اقامه، دي بتتبعت لك على عنوان البيت بتاعك وديت اللي انت بتخش بيها السفاره عشان تاخد الفيزا بتاعتك اللي هي G1. زي ما قلت G1 هي شغلك الوحيد فيها، بيسمح لك بالشغل بس في اللاب او انك تقبض من اللاب بتاعك لو الدكتور حب يقبضك. تمام. مالكش قانونا اي شغل تاني على G1. ولكن لو انت انسان متزوج، لو انت راجل ورايح معاك مراتك، او لو انت واحدة رايحة معاك جوزك، فهو هياخد فيزا تانية اسمها G2 ريسيرش. G2 فيزا ديت هي بتبقى فيزا مرافق. فيزا مرافق يعني هو بيبقى G1 اللي هو اللي رايح ريسيرش هو G1 سواء راجل او ست، والمرافق بتاعه G2 ديت فيزا يسمح لها بالعمل قانونا في امريكا. انت بتشتغل قانوني في امريكا سواء انت كنت راجل او سواء كنت ست، اللي هم المرافقين اللي جايين ديبندنت على الشخص الاولاني، انت بيسمح لك بالعمل في امريكا متى شئت وكيفما يعني اردت. يعني انت زيك بالظبط زي معامله الجرين كارد او زي تقريبا اللي معاه جنسيه كمان، هي كل الفكره انك انت بتعرف تسبورت الفاميلي بتاعتك هناك. يعني لو انت راجل او انت ست رايح على G1 ريسيرش، جوزك ممكن يشتغل على G2 وهيسبورت يو وهيصرف عليك وكل حاجه خالص. والموضوع ده انا شفته هنا في امريكا بعيني، وناس عايشه مرتاحه جدا، ويعني الراجل بيدخل له 2000-3000 دولار في الشهر which is so good في ولايه زي كنتاكي. طبعا دي حاجه ممتازه جدا وعايشينه زي الفل. انواع الشغل ايه؟ طبعا الموضوع بيبقى مفتوح جدا، انت ممكن الراجل ده يشتغل في مطعم، ممكن يشتغل في اوبر، ممكن يعمل توصيل طلبات للمنازل، يعني انت بتبقى فرايتي كبيره جدا. لو لقيت حاجه تبع تخصصك موجوده في امريكا وروح يعني مسموح لك بالشغل فيها هتشتغل، لان زي ما قلت لك الفيزا بتاعتك بتسمح لك في الشغل عادي جدا كانك معاك جرين او كانك معاك جنسيه. تمام. فده اللي على G2 فيزا. لو انت ست عادي ممكن تشتغلي بيبي سيتر، ممكن تشتغلي في دي كير، في حضانه، الموضوع برده مفتوح، الموضوع مش مقيد. عايز تشتغلي في مطعم، وانا شفت برده هنا رجاله يعني دكاتره، مش دكاتره يعني هم دكاتره في مصر وجايين هنا برده ريسيرش، وزوجاتهم بتشتغل في مطاعم عادي جدا يعني غصب عنهم وهم جايين هنا مضطرين، لان مفيش غير كده، وفعلا الحياه كويسه جدا ومفيش فيها اي مشكله، مفيش فيها اي عيب خالص، بالعكس هما الاثنين بيصبرتوا بعض، الموضوع مفروغ منه تماما. هو ده موضوع الفيزا G1 والG2. انا عملت مقابلتين في السفاره. اول مقابله ليا كانت اول مره طلعت من مصر، ودي كانت مقابله بسيطه جدا. كان دخلت الراجل كده راجل عسل كده محترم، هو سالني 3 اسئله تقريبا، انت رايح لدكتور مين وجبته ازاي
ومين اللي هيصرف عليك، دكتور مين، قلت له جبته ازاي دي، قلت له برضو بعت ايميلات كتير وده اللي رد عليا وقال لي ان انا موافق. طيب مين اللي هيصرف عليك، طبعا وريت البنك ستمنت بتاع والدي وقلت له بقى انا من نفسي ان انا لازم ارجع مصر تاني عشان استلم امتيازي. وطبعا رجعت طبعا الحمد لله بعدها بسنه ونص ان انا عشان استلم امتيازي لان انا مش هاخد الجراديويشن سيرتيفيكت بتاعتي وزاوت الانترنشيب. فطبعا الراجل اقتنع على طول وقال لي كونجراتوليشن يور فيزا ابروفد والف سلامه وطريقك زراعي والكلام ده كله. وسافرت امريكا عادي وقعدت هنا زي ما قلت لكم جي اي، وبعدين رجعت تاني نزلت مصر زياره الاهلي سنه 2018 و دخلت السفاره تاني. فعايز اتكلم في حته بقى اللي هي خاصه برضو بالفيزا. انت جوه امريكا فيستك شغاله عادي جدا، بتعمل اكستنشن عادي جدا مفيش اي مشكله. ورقه الدي اس دي بيبقى اسمها دي اس 219، الدي اس دي عباره عن ورقه الاقامه بتاعتك جوه امريكا لو انت على جي 1 ريسيرش. يعني انت لو جاي امريكا الفيزا بتاعتك عليها بس 6 شهور اللي هو ورقه الدي اس، واللي بناء عليها بتحط لك الاستامب في الباسبور ان انت تخش الولايات المتحده الامريكيه مده 6 شهور، انت ممكن تقعد تجدد جوه امريكا لمده 5 سنين تقريبا، وفي ناس قالت 7 سنين بس انا مش متاكد 5 ولا 7، ولكن انت ليك ان انت تجدد عادي جدا مفيش اي مشكله خالص. بتجدد سنه في الثانيه في الثالثه من غير ما بتغير الباسبور بتاعك، ورقه الدي اس بتاعتك بتتغير، بيدوا لك دي اس جديده بالتواريخ الجديده والكلام ده كله. ولكن انت طول ما انت في امريكا انت زي الفل وفي السليم. لو نزلت مصر لاي سبب بعد ما بعد اخر تاريخ موجود على الاستامب اللي في الباسبور، انت مضطر تخش السفاره تاني علشان تاخد فيزا من جديد حتى وان كنت معاك دي اس ساريه. لما بترجع مصر زياره وترجع تاني تسافر امريكا انت بتبص على الباسبور بتاعك، اهم حاجه الباسبور. الدي اس دي خلاص مش مشكله دلوقتي، احنا عايزين الباسبور. الباسبور بتاعك مكتوب فيه تاريخ ساري ولا مش ساري، التاريخ خلص. حتى لو معاك دي اس جديده انت مش هتنفع تطلع من مطار القاهره الا لما تروح السفاره بالدي اس جديد وتطلب مقابله سفاره من مقابله قنصل من جديد وان هو يديك الاستامب جديده بتاريخ جديد يكون لسه مش اكسباير ديت. تمام. طيب انا عملت المقابله الثانيه وكانت مقابله رزله وسخيفه جدا جدا، ممكن فاكرها كويس لحد دلوقتي. هي كانت ست ما فيش فيها اي مشكله خالص، يعني كانت طريقه كلامها كويسه، ولكن طلبت مني طلبات غريبه جدا. اول طلب طلبته مني وريني دي اس القديمه، كل الدي اس القديمه. انا كان معايا 3 دي اس، 2 قدام اللي هم اكسبايرد وواحده جديده اللي انا كنت نازل بيها اقدم بيها على الفيزا. فاستغربت جدا من السؤال، يعني انت عايزه دي اس من 2016 تعملي بيها ايه؟ يعني انا جاي لك 2018. فقالت لي انا عايز اشوف الدي اس القديمه كلها. فطبعا انا كانت معايا كنت عامل حسابي، فوريت لها التو فورم بتوعي او الاثنين الاكسبايرد بتوعي. فطلبت مني ان انا اوريها بنك ستيتمنت. برضه انا استغربت، يعني انا راجل حالا بدات اشتغل بيت بوزيشن ومعايا في الدي اس مكتوب فيها المبلغ الفلوس اللي انا باخدها بقضيها في امريكا كل شهر، فليه تطلبي مني بنك ستيتمنت؟ انا في حد بيصرف عليا انا بقبض. فقالت لي برضه عايزه تشوف البنك ستيتمنت، فخلاص وريت لها البنك ستيتمنت برضه وكنت عامل حسابي. وطلبت مني بقى، سالتني سؤال غريب قوي، سالتني بتقول لي ليه الدكتور عايزك تاني؟ يعني انت ليه رايح امريكا تاني؟ او ليه الدكتور ده متمسك بيك؟ قلت لها لا مش متمسك بيا ولا حاجه، انا بس بدات بروجكت معاه وخدت اجازه وراجع اكمله لان ده كان البروجكت بتاعي، لان انا كنت الفيرست اوثر فيه. يعني انا حتى الابلكيشن لما نزل كنت انا الاسم الاولاني، فقلت له ده البيبر بتاعتي ولازم اخلصها شغلي. فقالت لي طب انت ايه البيبر بتاعتك دي، كلمني عنها. تخيل لما قنصل بيقول لي كلمني عن البيبر، وانا عارف ان هو احترامي ان هو مش فاهم حاجه اصلا ومش فاهم يعني ايه فيري سمول امبريونيك ستيم سيل ومش فاهم يعني ايه كانجلور ستادي ولا فاهم اي حاجه، ويعني انا مش فاهم هو كان بيقول كده ليه. بس عادي برضه اتكلمت كانه يعني عملته كانه دكتور بيفهم، واتكلمت معاه في حاجات انا نفسي اصلا مش عارف ان كان فاهمها ولا لا لحد دلوقتي. هي كانت ست يعني فكلمتها وقلت لها ان احنا بنديتكت حاجات معينه، وقال يعني هي فاهمه يعني ايه بيكارديوم واندوكارديوم، وفاهمه يعني ايه بنبص على الاس اي 4 ونبص على سي دي 133. قال يعني هي المفروض ان هي فاهمه الكلام ده وبتهز راسها. المهم يعني هي في الاخر ايه يعني زي ما تكون اقتنعت وقالت لي خلاص محمد اوكي، حتى ما قالتش حتى كونجراتيوليشن ولا اي زفت خالص. قالت لي اوكي محمد يور فيزاز ابروفد، حتى الباسبور قصدي خد، ادتني ورقه كده خضره كده وقالت لي الباسبور بتاعك هيجي لك كمان 4 ايام. طبعا انا في الفتره دي كنت يعني الوقت ده كنت حاسس ان انا خلاص هترفض، وكنت يعني اللي هو يعني حاجه غير متوقعه، يعني بتسال اسئله غريبه وبتديجنج قوي فيها بطريقه مستفزه. يعني انا استغربت، عايز اقول لها انا رحت امريكا اصلا وجيت، انت قلقانه من ايه؟ انا مش رايح اهرب، ان انا اكبر دليل ان انا راجع ان انا نيتي كويسه ان انا رحت امريكا ورجعت مصر، فانت قلقانه ليه تاني؟
فده اللي حصل يعني. المهم خدت طبعا الفيزا, والوقت ده بقى انا كنت يعني خلاص ضبطت موضوع تصريح السفر والكلام ده كله, وكنت خلاص خدت الفيزا وسافرت امريكا تاني. كملت الريسيرش اللي انا فيه. الريسيرش اللي انا فيه يا جماعه اشتغلته يعني بصوا في موضوع الجي اي دي كانت اكسبيرينس, هي مش هقول اكسبيرينس عايمه, ولكن كنت في اي حته بتحط فيها كنت بتعلم. يعني ايه يعني؟ كنت امشي مع هم, كانوا مثلا 4 شغالين مع بعض. طبعا يعني لك ان تعلم ان الدكتور الكبير اللي جابني هو اصلا ما كانش شغال في اللاب, يعني هو اللاب بتاعه بس هو اصلا حياته كلها كلينيكال ملوش علاقه باللاب. احنا ناس شغالين عنده من الاخر, جايب 2 بي اتش دي وجايب واحده ماستر ومش عارف, وجايب 2 من الكوليدج وواحد هاي سكول, وانا اللي كنت فولنتير. وكان يعني بيفتخر قوي, كنا مره عاملين زي فيديو كونفرنس كده, وكان بيفتخر قوي في واحد في جامعه, واحد من الصين بيقول له ان انا جايب فولنتير. يعني كان ده انجاز يعني هو عمله ان هو جاب فولنتير معايا, فكان بيتبهب كده يعني حتى في الفيديو كونفرنس. فانا كنت ماشي مع اي حد فيهم بتعلم, ما كنتش ماسك لسه بروجكت لوحدي, كنت ماشي اتعلم. ودي كانت حاجه كويسه ان انت لو عايز فعلا تتعلم في وضع زي ده هتتعلم بسرعه. كنت بكتب في ورقه وكده وعلى طول اللي انا بتعلمه عشان ما انساهوش, وكنت اجي بالليل تاني يوم لوحدي بعد الناس ما تمشي خالص, يمكن هم نفسهم ما يعرفوش الكلام ده, وكنت اخش اللاب الساعه 2 او 3 الفجر عشان اطبق اللي انا اتعلمته. مثلا يعني مثلا ايه في زي سلايسز مثلا او سلايد يعني موجوده مثلا متخزنه بطريقه معينه متكرره. يعني مثلا احنا بنحط السمول انتستين في سلايد, الناس اللي بتوع الباثولوجي طبعا عارفين الكلام ده. فكنت مثلا عندنا مثلا 14 سلايد من نفس المايس مثلا نفس الفار, كنت اخد واحده او اتنين اجرب عليهم, اشتغل بالانتي بوديز, امسك اللي هي البايبيتا, احط الانتي بوديز, اتعلم الكلام ده كله. طبعا فضلت على الكلام ده كله 8 او 9 شهور وتعلمت كتير جدا بصراحه. لدرجه ان اخر 3 او 4 شهور تقريبا شلت شغل كويس, يعني كان بيديني تاسكس في الـ في الـ في, الـ في اللاب ان انا اعملها لوحدي. محمد انت عليك الاسبوع الجاي كذا وكذا وكذا, وانت عليك كذا وكذا, وانت عليك كذا وكذا. وكان بيتابع معانا كلنا بالايميلات, وكنا بنعمل كل اسبوع كل يوم جمعه كنا بنعمل زي ميتنج, وكنت انا يبقى ليا كل شهر برزنتيشن اقول الحاجات اللي انا اتعلمتها والحاجات اللي انا عملتها لللاب والنتائج اللي احنا وصلنا لها. اتعلمت كتير الحمد لله, ويمكن يعني حتى لو ما كنتش قبضت من الدكتور الاولاني فانا ممتن ليه جدا ان هو كان السبب ان انا خدت الفيزا, ان هو جابني اول مره, هو السبب ان انا دخلت امريكا, هو اللي اداني الفيزا بتاعتي. وفي نفس الوقت اتعلمت منه اكسبيرينس اللي فادتني بعد كده في الكارديولوجي ديبارتمنت. لما بعد كده نقلت على الكارديولوجي ديبارتمنت طبعا الموضوع عرض عليا طبعا موضوع ان انا اشتغل في البروجكت اللي هو البيزك ريسيرش, وده كان بروجكت بيتكلم عن ديتكشن وايدنتيفيكيشن خلايا مماثله للفيروس للستيم سيلز موجوده في الهارت, وكنا عايزين نشوفها في الابيكارديوم والاندوكارديوم. وده كان اول ريبورت يطلع من جامعه في امريكا على موضوع الفي اس اي اللي موجوده في القلب, اللي هي موجوده باي ديفولت, اللي هي اللي موجوده في القلب نفسه. احنا كل اللي عارفينه في الريسيرش ان كان في فيروس اسمه الامبريونيك ستيم سيل بتطلع بتهاجر من البون مارو لما بيحصل اي انفلاميشن, بتهاجر من البون مارو للقلب عشان تهيلينج لو في ام اي او لو في اي مشكله في القلب اي باثولوجيكال كونديشن. لكن انا كان شغلي بقى ان انا كنت بديتكت الخلايا دي اللي موجوده في القلب نفسها من اعمار مختلفه من اشخاص مختلفين بقى, اللي عنده كونجنتال ديزيز ومات, اللي مات في حادثه, المهم كان بيبقى فيه هارت ترانسبلانتيشن. كنت بضطر ان انا اروح لمده 4 شهور للهارت ترانسبلانتيشن سنتر, وكنت بتفق مع الدكتور اللي هناك ان انا من كل قلب يطلع كنت باخد منه قطعه معينه كده تشمل الايبيكارديوم والاندوكارديوم, وكنت بخزنها بطريقه معينه, وكنت بقطعها بطريقه معينه واحطها في سلايدز, وكنت اعملها زي فروزن سيكشنز ليله طويله كده. طبعا الكلام ده كله عمره ما هينفع ان انا اشرحه في الفيديو, الكلام ده كله لازم يعني تجربه بايدك عشان تفهمه. وكان يعني برضو من الحاجات اللي اتعلمتها ان انا ازاي اماتش الانتي بوديز مع بعضها, لو انا عايز اديتكت انتيجنز او خلايا معينه على سلايد واحده, الخلايا ديت كانت ليها 3 ماركرز, يعني كان في 3 حاجات يميزوا الخلايا دي لما اشوفها تحت الميكروسكوب. فكان لازم ان انا احط او اعمل ستيننج للسلايد دي ب3 انتي بوديز مع بعض. والناس اللي اشتغلت بيزك ريسيرش عارفه ان مش اي 3 انتي بوديز مع اي 3 سكندري انتي بوديز ينفعهم يركبوا مع بعض. الموضوع ده كان محتاج تماتش بطريقه معينه بحيث ان انت السلايد بتاعك ما تبصش, وان انت لما تعمل الموضوع ده تشوفه تحت الميكروسكوب واضح. وكنت انا بشتغل على ميكروسكوب اسمه ايوان كونفوكال ميكروسكوب, ده ميكروسكوب هو يعني بتتفرج على السلايدز في الضلمه,
والانتيبوديز هي اللي بتنور من تحت الميكروسكوب، فكنت بتديتكت الخلايا ديت لو كانت خضراء ديت عباره عن فيري سمول امبريونيك ستيم سيل، الخلايا دي منوره ابيض، لا دي مش فيري سمول امبريونيك ستيم سيل، فانا هاخد الخلايا الخضراء دي مثلا وديت اللي انا هحطها في البابليكيشنز بتاعتي. وطبعا الكلام ده كان صعب لان انا كان مطلوب مني ان انا احط البروتوكول، ودي كانت اول مره في حياتي ان انا احط بروتوكول بنفسي، وده اللي خلى البابليكيشن تطول سنتين، ان انا ما كنتش بتبع بروتوكول معين، انا كنت بجرب وبفشل وجرب وافشل لحد ما قعدنا نظبط البروتوكول. الستيننج مش كويسه، لا الخلايا دي، لا البيبرز دي، الصوره دي مش هتتنشر، لازم نظبط الموضوع عشان البيبر تتوافق. فكنا بنحاول نيجي يمين شمال ونغير الـ الـ البروتوكول، بحيث ان احنا الحمد لله جبنا صور جميله جدا. ده كان اول انجاز يعني الدكتور كان يشيد بيه في الكونفرنسز لما كنا بنعمل كونفرنسز في القسم، ان انا وصلت للموضوع ده، وان احنا كنا بنصور صور جميله جدا وكنا بنعرضها من تحت الميكروسكوب، ان احنا طلعنا الخلايا ديت، وكانت بالنسبه لنا يعني دي زي كده ايه يعني صوره الموسم، يعني كنا فرحانين جدا بيها. وديت اللي حطيناها في البابليكيشن، والبابليكيشن موجوده على الباب ميد اللي عايز يقراها. قعدت معايا سنتين، بعتناها اول مره وما اترفضتش، هم بعتوا قالوا لنا عايزين حاجات معينه، عايزين نحط كده زي بارامترز معينه، كم عيان من اللي انتوا جبتوهم او كم قلب من اللي انتوا جبتوهم ده كان اصحابه عندهم دايابيتس، كم واحد منهم عندهم سموكينج هيستوري، مش عارف ايه الكلام ده كله. فطبعا دي كانت عندنا احنا، بس جمعناها وظبطناها من جديد وبعتناها، والحمد لله البيبر اتقبلت وفي نص في اخر شهر 10. ودي كانت برضو دفعه امل كبيره جدا جدا بالنسبه لي، ان انا بعت البابليكيشن في نص الماتش وجالي بعدها 2 انترفيوز بسبب البابليكيشن دي، واتكلمت عنها في الانترفيوز، وبعض الانترفيوز اتكلمت عليها بالتفصيل، وبعض الانترفيوز قالوا لي ان البيبر شكلها دسم وان احنا ما كانش عندنا وقت قبل المقابله بتاعتك ان احنا نطلع عليها كلها، فاحنا هنحتفظ بالبيبر دي معانا. وفعلا خدوا مني نسخه، انا كنت عامل حسابي طبعا، وخدوا مني نسخه ان هم يحتفظوا بالبابليكيشن ديت معاهم عشان يقراوها بعد الانترفيوز. وخد بالك دي كانت حته كويسه جدا، وكانت حته فرحتني وبتاكد لك او بتحسسك ان انت فعلا في دماغ البروجرام دايركتور، وان انت ماشي وهو سايب حاجه كده، يعني سايب حاجه منك او فايل منك ان هو يطلع عليه بعد ما انت تمشي. وطبعا انا كنت عامل حسابي وكنت كاتب على البابليكيشن اسمي وكاتب عليه الاي ام سي نمبر بتاعي، اللي هو انا هاجي لك في اي حته. طب خليكم معايا ثواني عشان بس كده خلصنا سوري انا اسف معلش. فده اللي حصل معايا تمام. طبعا في الوقت اللي انا كنت بشتغل فيه بيزك ريسيرش ده، انا برضو كنت بشتغل كلينيكال ستادي. الكلينيكال ستادي كانت بتتطلب ان انا كنت باخد بيجر زي اي فيلو، زي اي نايب. كنت البيجر ده كان بالنسبه لي كده زي الهدوم اللي انا لابسها، لازم بيبقى البيجر ده ليل نهار معايا، ما بيسيبنيش، يعني ما كنتش عارف اطلع بره الولايه او بره المدينه من غيره. فكان البيجر ده في اي وقت كان يجي لي عيان ستيمي بيشنت اللي هو ستي سيجمنت اليفيشن، كنت لازم اشو اب في المستشفى على طول مع الفيلوز، وكنت لازم انزل. الاستاد دي كانت بتطلب مني ان انا اخد بلاد تيوب من العيان على مراحل مختلفه او على اوقات مختلفه من اليوم، يعني العيان لو جه الساعه 8 المغرب مثلا، فده كنت لازم اكون موجود في المستشفى الساعه 8 بالليل. اول ما العيان يخش الكاس لاب كنت لازم اروح للنيرس اتكلم معاه ان هي تاخد عينه بلاد او تاخد بلاد تيوب منه، وكنت كل 3 ساعات لازم اخد بلاد تيوب. كانت دي الاستراتيجيه بتاعتنا، ان احنا كنا بنديتكت انفلاماتوري سيلز معينه في من دم العيان ده اللي هو ستيمي، وكان ليه كرايتيريا معينه بنطبق عليه الاستراتيجيه بتاعتنا، ان احنا لازم نبص على حاجات معينه ولازم الوقت يبقى مظبوط عشان الاستراتيجيه تطلع مظبوطه. فكنت بروح للعيان في اول دقيقه بيخش فيها المستشفى اخد منه بلاد تيوب، وبعدها بثلاث ساعات لازم اكون موجود في الاوضه بتاعته في الادميشن. وكان طبعا صاحبنا على النيرسز كلهم والاستاف كله كان عارفيننا من كتر الشغل، ان انا عارفين ان انا انت بتاع الاستادي تعالى البلاد تيوب بتاعتك جاهزه. فكنت اروح بعد 3 ساعات وبعد 6 ساعات وبعد 12 ساعه وبعد 24 ساعه للعيان الواحد. وكان احيانا بيحصل كونفليكتس بين العيانين، وكان يجي عيان بعد الثاني بنص ساعه، فكان طبعا لازم يبقى معايا شيت ان انا اكتب التوقيتات المختلفه لكل عيان جه امتى ومشي امتى، عشان ان انا ما اتلخبطش او ادخل الاثنين في بعض فالاستوديو بتاعتنا تبوظ والنتائج بتاعتنا تطلع ريليفنت. فده اللي انا عملته فتره طويله. بصراحه كان الموضوع سخيف جدا من العيانين بالذات، لانك انت كنت مطلوب منك. بص بقى، انت كان العيان بتاعي ده كان بيجي في اي وقت في اليوم، وكانوا بيحبوا وقت الليل، يعني كان في الويك اند يروح يشرب ويسكر ويعني زي حاجه زي الزفت خالص، ويجي لنا المستشفى بيستمي خلاص يعني. طب وبيجي لنا امتى؟ بيجي لنا بعد الساعه 10 بالليل، يعني هو بقى يجي يزعجنا احنا، يعني هو مثلا مش يجي زي البني ادمين الساعه 3 العصر او الساعه 4 او الساعه 12 الظهر، لا هو كان يجي لك على طول وقت الليل، كان يجي لك يحب قوي يتكيف لما يجي المستشفى الساعه 11 بالليل، اللي انا بقى عارف ان انا قاعد في المستشفى كده لحد الساعه 6 الصبح مربوط جنبه، كل 3 ساعات بقى ايه اروح اسال النيرس خدت البلاد ولا لا والكلام ده كله.
كان تمام. في عيانين نقول الساعه 3 كتير، في عيانين نقول الساعه 4 الفجر كتير، في ناس كانت بتيجي الساعه 6 الصبح. يعني البشر ده كان تحت مخده يعني من الاخر، كان هو زي تليفون زي الالارم بتاع الموبايل كده، على طول لازم تشو اب. ولو كنت بمزد عيان كنت بتحاسب تاني يوم، وكان فعلا بتحاسب. انا راجل حالا بتقبض وراجل بيطلب منك شغل، ويمكن عشان كده قلت لكم السبب اللي انا قبضت فيه ان ما كانش في اي حد امريكي اعتقد ممكن يرضى انه يعمل حاجه زي كده، لان الموضوع فعلا كان بيقلب اليوم. يعني انت كان يومك بيتشقلب، انت بتصحى بالليل وبتنام الصبح، والدنيا كانت زي ما قلت لكم شقلبازات كده. فما كانش حد امريكي هيرضى ان هو يعني يعمل الشغل ده باللي احنا بنعمله او بالطريقه بتاعتنا. احنا جايين من مصر، جايين عايزين نماتش، احنا جايين مضحيين، جايين لوحدنا من غير اسر، محدش معانا، جايين بطولنا. فانت بتبقى جاهز لاي شغل، وجاهز انك تتمرمط عادي جدا، وما عندكش اي مشكله في ده، وانت مرحب، مفيش مشكله. بس قصاد انك تاخد قرش يكفيك او يسبورت ان انت تقعد في امريكا فتره طويله. فده اللي انا كنت بعمله تمام. ف دي كانت حاجه من التشالنج بصراحه، موضوع الانكول ده، ودي نفعتني كتير جدا في الانترفيوز جدا جدا يعني. وعايز اقول لكم حاجه كمان، ان كان في مشكله او مش مشكله يعني، كان الموضوع صعب انك انت تحاول تقنع عيان انك تخش في ان هو يخش في الاستادي بتاعتك، لان العيان ما كانش هيكسب اي حاجه من ان هو يخش او ما يخشش. فانت عشان تدخل عيان في استادي، انا كنت بتكلم معاه باسلوب جميل جدا، وبقول له ان احنا الدكتور الفلاني هو اللي يعني هو اللي عمل لك القسطره، وان احنا عايزين ناخد بلاد منك عشان تكت حاجه معينه، وده هيساعدنا وهيساعد البيشنتس اللي بعدك ان هم يتجنبوا اللي حصل لك. وعايز اقول لك ان الموضوع ده فيري كونفيدنشال، ومفيش حد هيطلع الداتا دي خالص غير انا والمنتور بتاعي. لو انت موافق اهلا وسهلا، لو انت مش موافق في اي وقت، حتى لو احنا بدأنا الاستادي بتاعتنا معاك، انت من حقك ترفض في اي وقت، وهنوقف الاستادي فورا، ومفيش اي مشكله خالص. الحمد لله بفضل الله ما كانش في عيان بيرفض غير القليل قوي، يعني مثلا ممكن عيان او اتنين من كل عشرة، وده كان بالنسبه لنا انجاز. ان احنا بنجيب مثلا 7 أو 8 عيانين في 4 أيام مثلا، ده كان بالنسبه لنا انجاز كبير كعدد، ان احنا كنا بنرول ناس كتير قوي، بنرول ناس كتير في الاستادي. والموضوع ده فادني جدا جدا في نيويورك، لانهم يعني بصوا يا جماعه، برامج نيويورك من اللي انا من الاكسبيرينس بتاعتي اللي انا شفتها في الانترفيوز، ان برامج نيويورك فعلا بتبقى برامج زحمه. يعني ايه برامج زحمه؟ يعني بيحبوا من الانسان الهارد وركينج، بيحبوا الانسان اللي يسلك في النيابه، ما بيحبوش الانسان البطه، ما بيحبوش الواحد البطيء. هم عايزين الهارد وركينج اللي هو يعرف يخلص وينجز نفسه، وما يوقفش الدنيا، وما يعطلش الناس وراه، مش يشدك تتباك تمام. فيعني بيحاول يسرعك شويه. فده كانت المشكله، او مش كانت المشكله دي، كانت الميزه اللي انا كانت فيا، ان انا كان السي في بتاعي كان رياليستيك جدا. لما كنت اقول ما اتكلم عن المزايا بتاعتي في الانترفيو، كنت اقول ان انا يعني هارد وركينج ومالتي تاسكينج والكلام ده كله، ما كانش ما كنتش بقوله اعتباطا، او كنت بقوله ان هو يعني دي حاجه مش فيا وانا بستعبط. لا، السي في بتاعي كان يشهد. انا قلت للبروجرام دايركتور في المقابلات بتاعتي، قلت له ان انا في 5 شهور قبل الماتش خلصت اليو اس ام ال اي ستيب 2 سي اس، عملت السي كي، عملت بابليكيشن فيرست اوسر بيزك ريسيرش، وعملت انرولمنت لحوالي 66 او حوالي كان 67 عيان تقريبا بالظبط الفتره دي، قلت له 67 عيان وكل ده، وعملت سكسسفول جوب في كل تاسك خدتها، نجحت في السي اس من اول مره، السي كي بتاعتي عوضتها عن ستيب 1، وجبت عملت البابليكيشن فيرست اوسر، وعملت الانرولمنت بتاع العيانين، وكل ده انا عملته بطريقه ممتازه جدا. وده بيدل ان انا انسان بشتغل تحت ضغط، ان انا ما بيفرقش معايا ضغط الشغل، وان انا والكلام ده كله. كان بيهز راسه وكان مقتنع جدا، الكلام كان رياليستيك، الكلام كان صحيح، الليترز بتاعتي بتشهد، شغلي بيشهد، البابليكيشنز، الكلام ده كله، انت مش بتكذب، انت بتقول فعلا وقائع تمام. فلما كان بيسالني على الموضوع بتاع ستيب 1 في المقابله، كنت دايما بقول له يعني انا كنت دايما في ستيب 1 بابريشيت الغلطه اللي انا عملتها، عمري ما قلت له ان انا نمت في الامتحان، ولا قلت له ان انا ده مش سكوري، وقعدت انكر واتنطط والكلام ده كله اطلاقا. انا كنت بقول له دي ماي فولت، دي غلطه انا عملتها، وانا ابريشيت الغلطه ديت، ودي كانت تيرنينج بوينت اوف ماي لايف، وان وذاوت ذس ستيب 1 فول انا ما كنتش هبقى الشخص اللي قدامك دلوقتي، انا ما كنتش هاجي امريكا، انا ما كنتش هعمل ريسيرش، انا ما كنتش هببلش، وما كنتش هعمل كده في السي كي. الراجل في انترفيو سقف لي، والله سقف لي يعني، هو قال لي جريت انسر وسقف لي كده. ودي كانت الانترفيو اللي حطها رقم 2 في الرانك. واللي انا عرفت بعد كده بعد نتيجه الماتش، ان انا ترنكت برقم معين، ان انا كنت وارد جدا ان انا ماتش في المقابله الثانيه، لو ما كانتش اول انترفيو خدتني، اول مستشفى خدتني، كنت هماتش في الثانيه. فبسط قوي من الاجابه على السؤال ده، ان انا كنت بابريشيت الغلطه اللي انا عملتها في ستيب 1، وما دفعتش عن نفسي، ولا قلت لا ده غلطتي، لا ده انا ظروف غصب عني، لا خالص، دي غلطتي وانا توتالي يعني مرحب بيها، وعارف ان هي كانت تيرنينج بوينت اوف ماي لايف، وان الكلام ده كله انا معترف بيه، وبالعكس ده فادني وحولت نقط الضعف بتاعتي لنقط قوه في الانترفيو. ودي كانت بالنسبه له يعني، حتى هو والله انا اتذكر جيدا ان هو كان قاعد ماسك القلم
وكان قاعد بيسمعني فبقول يعني طب بصوا معلش انا يعني هوقف النقطه ديت هتكلم عنها في الماتش دلوقتي يعني انا اسف والله انا بفصلكم بس شوقتكم ليها معلش فانا هتكلم معاها بس عشان ايه يعني اعمل زي ما الامطار قالوا لي واتكلم في نقطه ايه الريسيرش بس انا تقريبا خلصت موضوع الريسيرش يا جماعه انا اتكلمت عن موضوع الامتياز ليه تاجل امتيازك اتكلمت لو انت عندك جيش اتكلمت عن موضوع الريسيرش ازاي تبعت ريسيرش للجامعات ازاي تدور على الولايه الرخيصه ازاي تبعت ايميل ازاي تستنى بوزيتيف ريبلاي والدكتور لو ما ردش عليك تعمل فورورد الايميل مره واتنين لحد ما يرد عليك مره او اتنين او تلاتة. اتكلمت عن نوع الفيزا اللي انت بتيجي بيها في امريكا واتكلمت ان انت لو معاك مرافق لو انت متجوز بيجي على جي 2 من حقه ان هو يشتغل. اتكلمت عن وضعك في الدي اس جوه امريكا وفي حاجه كمان عايز اتكلم عليها في رقم 4 ان انت لو عايز تغير من قسم لقسم جوه امريكا عادي ما بتنزلش مصر خالص ما فيش اي مشكله بتغير من جوه امريكا سواء من قسم لقسم نفس الجامعه او سواء من قسم لقسم تاني في جامعه تانية خالص او سواء من تخصص لتخصص من بطنه لنيورو عادي جدا كل حاجه بتتغير من جوه امريكا. الانترناشنال اوفيسز في الـ في الـ في, الـ في الجامعتين بيتفقوا مع بعض وهما ده شغلهم اصلا وهما بيعملوها لك انا ما عنديش اي مشكله فيها. حصلت حتى الناس اللي في امريكا اللي كان اشتغلهم اطفال ورجعوا محولهم بطنه ريسيرش الورق بتاعهم تم وزي الفل ما كانش في اي مشكله خالص الدنيا مشيت. انت كل اللي بتحتاجه السبب الوحيد انك تنزل مصر عشان تغير الباسبور تخش السفاره تعمل مقابله تاني هو ان الاستامب بتاعتك تخلص لما تنزل مصر تكون اكسبايرد اصلا الاستامب اللي على الباسبور فلازم التاريخ اللي يبقى موجود على الباسبور نفسه لازم يكون لسه جاي ما ينفعش يبقى اكسبايرد عشان تعدي من مطار القاهره. تمام ديت اعتقد الريسيرش اكسبيرينس. انا ما عنديش اي معلومات عن موضوع اللي انا ما خدتش بي 1 في حياتي خالص بي 1 بي 2 خالص في حياتي فانا ما عنديش خبره في موضوع بي 1 بي 2 لو حد قال لي انا عندي بي 1 بي 2 وفي نفس الوقت عايز اخد جي 1 هل البي 1 بي 2 هتتكنسل ولا لا انا ما عنديش اكسبيرينس ام نوت ذا بيست بيرسون تو انسر ذس كويستشن فانا اسف ممكن ناس ثانيه تبقى عندها خبره بس انا ما عدتش على بي 1 بي 2 عشان ما افتيش. تمام طيب ايه ثاني ما اتكلمتش فيه موضوع الريسيرش في امريكا قلت لكم من الحاجات اللي فادتني جدا موضوع الانكول النايت انكول وده اللي كان بيعرف البروجرام دايركتورز ان انا فعلا كنت بشتغل كتير جدا وكنت بقعد في المستشفى كتير الشهرين ونص اللي قعدتهم في المستشفى تقريبا هم كانوا المين تايم بتاعي في مذاكره ستيب 2 سي كي وده اللي خلاني لما جبت السكور فرحت جدا لان انا عملت حاجات كتير في الوقت ده وما كنتش اتوقع ان انا اجيب السكور ده حتى في السي كي انا كنت داخل مقرر ان انا اقدم على الماتش يعني هقدم على الماتش مش هتاخر عن كده واللي يحصل يحصل يعني قلت اللي هيحصل يحصل بقى مش هتاخر عن كده خلاص زهقت من القعده في ريسيرش وعايز اموف على مكان او على يعني صفحه جديده في حياتي او ان انا اخش الماتش بقى وايه وخلاص يعني انا جاهز امتحن بس اخر امتحان وخلاص. تمام البيزك ريسيرش فادني طبعا البيزك ريسيرش اللي يعرفه البيزك ريسيرش البيبر بتاعته بتبقى قويه لانها بتاخد وقت وفي نفس الوقت بتبقى الكلينيكال انت ممكن تبلشها في شهرين ثلاثه او اربع شهور خمس شهور لكن انا كان عندي بابليكيشن بيزك ريسيرش وكان عندي بابليكيشن كيز ريبورت ودي مهمه برضو اتسالت فيها في الانترفيوز في الاربعه انترفيوز الحقيقه وكان عندي تو بابليكيشنز كانوا خلصانين يعني خلصهم بس كانوا سبميتد فخدت الدرافت بتاعهم وانا رايح الانترفيوز ووريتها للبروجرام دايركتورز ما حدش كلمني فيهم لسه لان هم ما كانوش اتنشرهم بس هم كانوا ابريشيت ان انا عملتها. تمام انا ديت الاكسبيرينس بتاعتي في الريسيرش لو انا مزد اي حاجه فانا اسف هجاوب على كل الاسئله اللي موجوده سواء كان الناس اللي هم الاداره في امطار قالوا لي ان احنا هنبعت لك اسئله على الفورم فانا ما عنديش اي مشكله خالص في اي وقت. انا اسف الناس اللي بعتت لي رسائل كتير قوي بعد الماتش رديت على معظمهم والناس التانيين اللي يعني ما كانش ممكن يبقى عندي خبره كفايه في اسئلتهم ولكن قلت لناس معينه ان انا هعمل فيديو على الماتش وقلت لهم ان هم يستنوه وان شاء الله يكون رديت على اغلب الاسئله بتاعتهم برده. هفصل بس كده دقيقتين اشرب حاجه بسرعه واكمل معاكم بقى وقت الماتش وهجاوب على سؤالين اتنين اتطلبوا مني من امطار سؤال السوشيال لايف في امريكا حسب خبرتي الشخصيه والسؤال الثاني الجيرني اكسبنسز من اول ما جيت لحد دلوقتي والاكسبيرينس بتاعت الماتش خلاص استنونا.